عايز اصدق الموسيقى، الا انه مش المصدر الوحيد لها. وبعد ما اصبحت السحابه السوداء على مدار سنوات طويله بتمثل مشكله للمصريين، قررت وزاره البيئه التصدي للظاهره بالدراسه الوافيه للبلد، وحددت مجموعه من الاجراءات بتستهدف السيطره على مصادر التلوث خلال فتره موسم ظهور السحابه السوداء، وده كان الجزء الاسهل في التحدي. السنه دي كانت الفكره مش ان احنا اعتمدنا على ان احنا هنزرع رز اقل فبالتالي هيطلع لنا قش اقل فبالتالي هنحرق اقل فمش هيبقى عندنا مشكله سحابه سوداء، لان الفكره ان هم اربع مسببات لتلوث الهواء في الفتره دي بالذات: مصانع، مقالب، مواد المركبات، ومخلفات زراعيه متضمنه قش الرز. الاجراءات اللي اتعملت بخطه محكمه الكل فيها شريك، ويمكن دي اول رساله احب ان انا اقولها. المواطن برضه كان جزء من هذه المرحله، ابتدينا ندوات التوعيه في اول سبعه مش في اول تسعه السنه دي، وبالتالي لقينا ان عدد ندوات التوعيه اثر على حاجتين. واحد، عدد المحاضر قل لان بقى فيه توعيه فبقى عارف قيمه قش الرز فبالتالي ما اضطرش ان هو يحرقه. كنا قبل كده بنبتدي ندوات التوعيه اول تسعه مع موسم الحصاد، فما كانش بتوصل المعلومه في الوقت اللي المفروض ان هي توصل له فيه. تاني حاجة، عدد الشكاوي اتقلت، وبالتالي ده بيوري قد ايه ان اللي بقى فيه تفاعل كامل للمواطن وللمنظوم من خلال الفيلم اللي احنا وريناه. الاعتماد على التوعية بأهمية ما يملكه المزارع بين يديه لكي يستفيد منه، كما رأينا في الفيلم التسجيل القصير. النهارده قش الرز اصبح علف، اصبح سماد، اصبح وقود، وبالتالي واصبح سلعه تصديريه في بعض الاحيان.